جرت العادة على أن الاجتماعات هيئة مكتب البرلمان الدولي ده بيتم انتخابها. أه. هيئة المكتب دي اللي هي فيها الـ 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 الأمين والرئيس البرلمان الدولي والوكلاء والأعضاء المساعدين دول بيتم انتخابهم من كل دول العالم. وكانت مصر بتشرف برئاسة البرلمان الدولي في سنة 94 حينما فاز الدكتور فتحي السوري بهذا المنصب. طبعا فاز بالمنصب ده بنتيجة وعي من الدبلوماسية المصرية بأهمية هذا المكان وأنها أنفقت. وكانت الناس بتستعجب يقول لك انت مصر عماله تنفق فلوس وعماله تدعو برلمانات من العالم تيجي تزور مصر وتيجي ويسافر الوفد لجنوب امريكا الجنوبيه ويلتقي بوفود هناك ويرجع. فكانت الناس يقول لك ايه ده الميزانيه ارهقت من كثره السفريات والاستضافات اللي تمت لبرلمانات العالم. هم كانوا مش فاهمين ان كون مصر رئيس البرلمان الدولي ده عملية في منتهى الخطورة لأنها بتوجه من حق رئيس البرلمان أن يختار الموضوعات التي سوف يتم طرحها داخل البرلمان الدولي. واخد بال حضرتك كل المسائل دي أفادت مصر في خلال الفترة اللي فاتت. نتمنى ونرجو أن يتمكن الدكتور عبد العال من رئاسة البرلمان الدولي في يوم من الأيام، لكن محتاجة جهد شوية المسألة طبعا ومحتاجة نشاط شوية وسفريات ورفود وخلاف غير عادي. ولذلك أنا أخذ على رئيس المجلس حاجة. أنت لسه راجع البرلمان الدولي تروح تقعد يومين وتيجي إزاي؟ يعني رحت الجمعة تيجي لحد ما هو في جلد بقى هنا في الصحافه هيقول لك لا 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 ازاي ده انت يا دكتور انت يا دكتور يا رئيس البرلمان المصري انت اول واخر واحد ده انت اول جلسه ليك بعد اعاده العضويه المجمده. ما هو يا دكتور يا استاذ احمد معلش لو قعد اتفضل اسمعني بيرد على المساله دي لو قعد يعني خلينا نكون منصفين. انت عندك هنا قضايا كثيره جدا محتاجة جهد ورئيس المجلس هو الأساس في هذه الأمور. هو قعد الراجل الفترة اللي مطلوب أو كان لابد من التواجد فيها حتى صدر القرار وألقى البيان اللي هو منوط برئيس البرلمان المصري أن يقوله. بقيت الوفد فيه البركة وكان ممكن يكمل يعني لم يكن هناك اهميه انت مش او لازمه انت مش من يوم وليله هترجع وتبقى رئيس للاتحاد. ايوه انا معاك شوي تاخد انا معاك وبعدين عايزين نبقى بس يعني نبقى ننصف. هناك امور كثيره جدا انت النهارده بتعد العده احنا بنعد العده في البرلمان المصري لتكوين وفد هيروح لاوروبا والبرلمان الاوروبي. لا دي عايز ارجع لها بس اشوف الاستاذ احمد كان عايز يقول ايه قبل ما ارجع لاسماعيل بيت. يعني انت عارف حضرتك العوده وان كانت غير عاديه في خلال هذه الفتره تحديدا وبتؤكد على نجاح الدبلوماسيه المصريه اخيرا بشكل غير عادي في عوده مصر للبرلمان الدولي خاصه وان المسافه ما فيش شهور محدوده انك ترجع بهذه القوه يجب ان تستمر بقوتك داخل البرلمان الدولي كمان. واخد بال حضرتك يعني. المجهود اللي بذل في خلال اذا حضرتك عارف ان في مجهود غير عادي بذلته الخارجيه المصريه في افريقيا تحديدا. ومصر استضافت العديد من رؤساء برلمانات العالم في خلال الفترة الأخيرة الماضية. يعني أنت شايف أن الجهد لازم يستمر لازم يستمر. طيب دكتور اسماعيل حضرتك بتقول في وفود هتروح اوروبا والحقيقه ان اوروبا جار لينا وفي هذه الايام تكتوي هي الاخرى ومنذ فتره يعني منذ عده شهور تكتوي هي الاخرى بنار الارهاب الذي اكتوت به مصر طويلا واكتوت به منطقه العربيه كثيرا سواء هي منشئه او اوروبا او امريكا هي التي انشات الارهاب ربما يعني. لكن كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارات للوفود البرلمانية المصرية ونحن جميعا أصبحنا نكتوي بنار الإرهاب وكيف يمكن أن يسهم الاتحاد البرلماني الدولي في صياغة تشريعات تحد من ظاهرة الإرهاب وتواجه ظاهرة الإرهاب خاصة أن هناك اتهامات عربية لأوروبا وللغرب بإيواء الإرهابيين واستقبال الإرهابيين. يعني ناخد الجزئية الأولانية وهي الخاصة بالوفود والزيارات اللي هتتم للبرلمان الاوروبي.
احنا كلنا سمعنا وقرينا ما صدر عن البرلمان الاوروبي، ويمكن الاستاذ احمد اتكلم على ان في المانيا بالذات البرلمان بتاعها محتاج ان احنا نبذل جهد، احنا الجهد عشان نشرح الصوره الحقيقيه للبلدين اللي هم دايما بيجلدونا بيهم، حقوق الانسان في مصر. حقوق الانسان في مصر لابد ان احنا الوفد اللي هيطلع هيناقش، لان الافكار او القرارات التي اتخذها البرلمان الاوروبي قرارات مبنية على امور مغلوطة من جمعيات اهلية، وللأسف فيها ناس من ابنائنا احنا هنا بينقلوا صورة خاطئة عن الواقع اللي احنا بنعيشه. بلا شك هناك سلبيات، عشان نتكلم بمنتهى الصراحة والصدق، هناك سلبيات، بس لما يكون عندي نسبة إيجابيات تصل إلى 90% وسلبيات 10%، ما ينفعش الصورة اللي تكون عند البرلمان الأوروبي المعكوسة تبقى 90% سيئة، ولا بد من تصحيح حقوق وأوضاع حقوق الإنسان وخلافه، وتتحول إلى أسلوب جديد للتدخل في شؤون بلد ما يصحش. وهم نفسهم أكتر ناس كانوا بيتكلموا في أنه لا يجوز أن الدول تتدخل في شؤون غيرها تدخل سافر بهذه الطريقة. طب مسألة إذن التدخل دي، مش الاتحاد البرلماني الدولي من الممكن أن يعني